في المهرجان تيميتار دورة 16 يعني بحال الدورات اللي فاتوا مزيانة ومزيانة بزاف وعجبني كل شيء اللي شارك في تيميتار يعني كيمثل المغرب بكل الأطياف الشباب الصغار الكبار الشيوخ ولما لا رجال الدين حتى هما يشاركوا في هذا التيميتار تاع الخير يعني يعطي وجهة نظر ديالهم لأن احنا كل شيء مغاربة والثقافة ديال المغاربة كلها متنوعة. السلام عليكم، أنا من مدينة أكادير. أنا ديما كنجي كنحضر التيميتار كيعجبني بزاف، وصراحة هاد المغنية اللي اختاروا هاد العام زوينين بزاف، وأنا جيت اليوم نتفرج في رضا الطلياني وحميد بوسكير والفناية. حضور عدد كبير من الجمهور اليوم، أكثر من تقريبا 250 ألف يعني هنا اللي موجودة في البيبليك، وكنشوفوا بأن الأكثر ديالهم هما شباب، الشباب اللي عاش مع المهرجان لأن عنده 16 عام، وكاين اللي عنده الان 20 عام 24 عام، الكل يعني كان دائما كيساند هذا المهرجان، واللي هو الحمد لله نجح، اللي عطي تموقع لمدينه اكادير، عطي تموقع لسوس لانه تموقع ثقافي. الفرحه كبيره ولا فيرتي انه الثقافه الامازيغيه هي منفتحه يعني على الثقافة العالمية وعلى واحد العدد ديال الموسيقى اللي هي موجودة اليوم واللي حاضرة معنا كأوروبية وأفريقية وعربية وكذلك أمازيغية، وما يمكن إلا نفرحوا الحمد لله بالنجاح اللي السر ديالو هو الجمهور ديال سوس وأكادير. Ben le festival oui j'ai assisté hier soir il y avait plein de décors différents la musique berbère c'est la première fois que je l'écoutais. J'ai trouvé ça très bien, c'est pour ça que je suis revenu ce soir. J'adore le Yom Al Timitar, j'aime les artistes qui sont venus, tous les ans que j'ai lu, et cette année j'ai allé au Fnayer, j'aime beaucoup Reda Taliani, les artistes qui sont venus, j'ai été avec ma mère et ma mère, et je suis heureux beaucoup de j'adore cette année. Alhamdulillah, le Rajan Timitar est le meilleur. والحمد لله كان نظام كبير لا من السلطات لا من المنظمه، والحمد لله حتى الفنانين اللي دازوا كانوا فنانين في المستوى الكبير يعني فنانين معروفين على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي. الحمد لله الجمهور كان مستمتع بزاف بهذا المهرجان هذا. كنتمنى ان شاء الله نتلاقاو السنه المقبله ان شاء الله في احسن حله عاوتاني ان شاء الله يكون الجديد ان شاء الله.